فشل وفرشلة سيبورت وتشيبولا أرانب تعالب طحالب إيبولا معارك معارف مصارف سيولة مناصب وكراسي مدهونة بالكولا. أهلا وسهلا بيكم نورتوا في بلادي كاش كل شي بتخلص حقه غير النفخ يجيك بلاش لي عندنا تخلي يعطي ما عنداش نيجا تدرى ما دول على 218 هاك وش دوس شو اسم الصنف هو قلت لي اسمه أين حقوقي أين حقوقي أين أشيائي أين دستوري أريد دستوري يا سلام احنا نديرو الدستور كما فيهاش دستور احنا نديروه عندي ولد خالتي يخدم في الفوضية تو يخدمنا انا وياك بنديرو الدستور ايه ديرو الدستور الجماعة لي مستين خريف راه مكتبوش حرفين على بعض امرا تيه مش مقدرنا ولا كيف تعرف تتعرف تكتب انت بات راتا جيب 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 اكتب نخلة ورحاشنا ثلاثة مرة نخلة تيك تكتب نخلة هي ها تولى همزة النبي رسمي تمام الحصيلة اكتب مادة واحد واحد الله الله المادة اثنين اثنين ماما وبابا المادة 45 مقاس رجلي يا رجلي فمك اكتب المادة 1375.5 لخص خمس يمنع اصطحاب الأطفال للجبهات إلا في حال الأم عندها عرس فلا حرج في ذلك زخير ما يقعد يقولوا صغار فلانة شياطين صغار فلانة يعافوا يفافوا على الماكلة وظابط انت دوا انت تسوي باش توصل احنا الله اكتبت اكتبت باه دير المادة اللي بعدها بسرعة بسرعة باه المادة 16 يجب أن يكون لكل شاب شقة ملك واللي فيها ملك تصيح كاس عادي دي اللي بعد المادة 69 المرأة يجب أن يكون للمرأة شوارع خاصة يسوقوا فيها ويدوروا فيها بروحهم عرفت كيف يعني يعيشوا بروحهم في عالم بروحهم يعني لا ترد عليك فلانة تقول لك سامحني نبي ندرس على المحل لا توخر عليك فلانة تقول لك تشوف فين دايره فليتشا ايه خليهم يعيشوا بروحهم مع بعضهم يتهابقوا مجتمع نسائي متكتف مترابط متقاتل كتبت هذا كله؟ انت مصر كتبت هذا كله تقدر هاي كمل المادة اللي بعد دير المادة 17 المادة 17 الرئيس الرئيس يجب أن يكون عمره فوق السن القانوني سن قانوني مية قداش يعني يعني ما بين 19 إلى 16 مساء بعدها خلاص يا رئيس فرنسا عمره 40 عام هم اللي يوصل 40 يحطوه رئيس احنا اللي يوصل 40 يزوجوه باش يعقل صح قالوا اكتب 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 هيا اكتب هذه ضروري تكتب السريع خط احمر مهما اشتدت الحروب لا فلان يسكر لا علان يفتح السريع خط احمر مية 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 هذه المسودة الاولى تمشي ترفعها لولد خالتك قلت لي شنو يخدم ولد خالتك مش قلت لك يخدم في المفاوضية باهي في المفوضية لكن شن يخدم في المفوضية مفاوض فوضى شن يخدم بالضبط يا يخدم في الباب في الأمن يعني لا لا هو باب ربك عطيه صحة طول وعرض دارين باب 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 ايه وانت خالتك باب ايه وهذا دستور ومادة واحد ومادة
تنوض لعنه الله عليك انت ولد خالتك بابا لبابا على الكلاب. ليفيلو فرشيلا سيبورتو تشيبولا ارانب تعالب طحالب ايبولا معارك معارف مصارف سيوله مناصب وكراسي مدهونه بالكولا. اهلا وسهلا بيكم نورتو في بلادي كاش كل شي بتخلص حقه غير النفخ يجيك بلاش لي عندنا تخلي يعطي ما عنداش نيجا تدرى ما دول على 218.